بوسيدينيوس الأفامي. ولد بوسيدينيوس السوري في أفاميا عام 35 و100 قبل الميلاد، ورحل إلى جزيرة رودوس وأقام فيها، وكان يكتب باللغة اليونانية، واشتهر في بعض الكتابات بنسبة الرودوسي أيضا. افتتح عام 96 قبل الميلاد في رودوس مدرسة للتدريبات الرياضية واللياقة البدنية الموجهة وكمال الأجسام، وحاز لقب الرياضي مجتذبا شبابا كثيرين. رحل بعد سنوات إلى أثينا فتتلمذ على باناتيوس الذي يعد من أساتذة الرواقية الوسطى. بعد أن تشرب بوسيدونيوس شيئا من محبة باناتيوس للجمع بين أفلاطون وأرسطو، سافر إلى غاليا وإسبانيا وقصد روما مرتين. وتعد فلسفته بمثابة تنقيح للرواقية الأصيلة كما وضعها زينون، مع توجيهها نحو قليل مما يمكن تقريبه إلى التصوف. وأدخل في تصوراته حول الإلهيات مراتب شتى للموجودات الإلهية، إذ لم يمانع أن يتبنى العقيدة الشائعة التي كانت تقول بوجود أعلى لوغوس يمثل العقل الأكمل بالنسبة للإنسان. واعتمادا على هذا عد بوسيدونيوس الأهواء والانفعالات والأخطاء بمثابة ميول لا عقلانية وليست أغلاطا للعقل. وحكى في كتابه الواجب الذي اعتمد عليه شيشيرون لاحقا كيف يتم تكوين علاقة رابطة بين ما هو نافع وما هو واجب، ومدى أهمية تصور الخير في الأشياء لإدراك السعادة التي هي غرض الأخلاق عنده، كما حال الرواقيين الآخرين. كما عد بوسيدونيوس المفكر الفلسفي الأهم الذي فتح الطريق خارج وسط الأكاديمية الضيق أمام أفلاطون ذي الشهرة الواسعة والتأثير العميق. مات بوسيدينيوس عام 51 قبل الميلاد، وقال المفكر الفرنسي ألان ميشيل عنه: هو رواقي مجل لواحدية مذهب معلمه، لكنه منفتح على زمانه وأكثر اهتماما بالتربية منه بالعقيدة، وهذا ما حدا به إلى أن يوسع مكانا في فلسفته لتيارات الفكر الكبرى في عصره.